الحر. فالنسيا راح انطلق من هناك سرعة فائقة وهدف ثاني. الكرة خطيرة ودرقة سريعة بابا خطيرة. ولا لا جول 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 جول. انطلق سرعة فائقة انطلق كالقطار مررها على طبق وكان الهدف الثاني. الارجنتينيون كلهم يجروا خلفه ولا واحد لحق. كايسيدو لحق بالكرة واضاف الثاني. فوز تاريخي للاكوادور في بيونس ايرز على الارجنتين من دون ليو ميسي من دون روخو من دون بانيغا من دون بيريز ومن دون